السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامجكم تراحيب في هذه الأيام العزيزة على قلوبنا جميعا، حياكم الله. نعم مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. قطر هذه الأيام تتزين بالأدعم وتردد بصوت واحد شعار اليوم الوطني، قلوبنا موارد عزنا. نعم قلوبنا موارد عزنا، وفعاليات هذا اليوم بنغطيها ضمن تقارير الليلة بترحيب، وكذلك مع ضيفنا الملازم عبد الله بن سلطان الغانم، وفعاليات أخرى بنغطيها في حلقة الليلة، فمرحبا بالجميع. فوقك سموات الطيبين، نعم، وتحتك رفات المخلصين، اكفخ بنا وارواحنا، يدعم على مر السنين. صح، كلمات يعني تكتب بذهب يا خالد. صحيح، واعتقد ان فعلا الكلمات تحتوي على معاني عظيمه، وفعلا يمكن تنقل الشعور ولو انها يمكن اقل من دقائق بسيطه، ولكن نقلت لنا روعة. صوره اكثر من روعه واكثر من جميله. نعم. أعزائي المشاهدين، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله، تم الإيعاز للجهات المعنية بإرسال مواد إغاثية عاجلة بمبلغ 60 مليون دولار دعما للشعب السوري الشقيق لمواجهة الظروف الصعبة والبرد القارص. الله يعينهم بإذن الله. يعني خالد نعرف أن هم إخواننا وإحنا لهم عزوة بإذن الله تعالى، وسمو الأمير الله يحفظه دائما عودنا بمثل هذه المواقف الطيبة والمشرفة. نعم. كما أمر أيضا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتزويد قطاع غزة بما قيمته 32 مليون دولار من الوقود بشكل عاجل، كما وجه أيضا سموه بإرسال مساعدات ومواد إغاثية عاجلة للقطاع بمبلغ 28 مليون دولار لمواجهة البرد القارس، وذلك نظرا للظروف الصعبة بسبب العواصف الثلجية وتوقف محطة توليد الكهرباء في القطاع عن العمل نتيجة لنفاذ الوقود اللازم لتشغيلها. نعم يا خالد، هذه الله يعني يكون في عونهم. نعم الله يكون في عونهم، هم اخواننا. نعم. واللي يجرى عليهم يجرى علينا يا خالد، واحنا وهم واحد. نعم. واحنا يمكن فرحانين الحين. نعم. في هذا الوقت باليوم الوطني. نعم. وباحتفالات الدولة، ولكن صحيح. أفراحنا ما تنسينا أحزان. صحيح. الآخرين. مع ذلك إحنا فرحانين ونبي غيرنا يكون مستانس. نعم. ونأمل من الله عز وجل أن يفك عوقهم بإذن الله تعالى. إن شاء الله. والآن فعاليات قطر، فعلى كورنيش الدوحة تحضيرات لمسير اليوم الوطني، وقيمة تدريبات وبروفات كاملة للعرض العسكري اللي يبهرنا بتنوعه وإبداعه في كل سنة. نشوف هذا التقرير.
نعم، مثل ما شفنا وياكم أعزائي المشاهدين، يمكن هذه المقتطفات البسيطة اللي يعني تراوينا الأشياء اللي ممكن تصير خلال الأيام المقبلة بإذن الله تعالى. متجسد فيها كل شيء خالد، يعني نعم. يعني فيها تراثنا من خيل ومطايا، وفيها كل قوات الأخوية نعم. والجيش والشرطة الله يعطيهم نعم. العافية، ونتمنى إن شاء الله الإخوان في هذه السنة يعني يحضرون هذا المسير بإذن الله. هم أكيد بيكونون حاضرين إن شاء الله خالد، وإحنا نقول يا رب إن المكان يسع الجميع. للأمانة أنت تشوف الاستعدادات على قدم وساق، والكل نعم. قاعد يقول إنه يبي يكون هناك، يعني والله حتى نسمع حتى الأجانب عندنا يعني بالشركة يقولون إحنا من بعد الفجر، يعني بعد الساعة 4:30 هم بيكونون متواجدين هناك عشان يدوب تصيد لك مكان نعم. فأعتقد إن هذا شيء مفرحنا لما نشوف الكل يكون متكاتف يعني لإكمال مثل هذه الفرحة اللي إحنا كلنا ننتظرها وبشغف أيضا. في إطار المسؤولية المجتمعية لنادي الجيش والتي تهدف لخدمة المجتمع وتطوير الرياضة في قطر، أقام النادي فعالية خاصة لتزيين السيارات بالعبارات والشعارات الخاصة أيضا باليوم الوطني للدولة. يذكر أن ريع هذه الفعالية يعود لصالح الجمعيات الخيرية. نشوف التقرير. بداية أحب أن أرفع أسميات التبريكات والتهاني إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير بلاد المفدى وللشعب القطري الكريم وكل من يسكن على أرض قطر الطيبة. الفعالية عبارة عن إقامة عدة محطات لتزيين السيارات لمشاركة فرحة اليوم الوطني، وتأتي هذه ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للنادي. كما أن ريع هذه الفعالية يعود للجمعيات الخيرية، وندعو جميع الجمهور للاستفادة من هذه الفعالية وتزيين سياراتهم، وأدعو جميع الشباب للالتزام بقواعد السلامة واتباع قوانين المرور. إجراءات فعالية تزيين السيارات التي يحتفل فيها نادي الجيش الرياضي احتفالاً باليوم الوطني كالآتي: بداية عندنا نقطة استقبال السيارات، يجينا الشخص يختار التصميم المناسب له والمناسب للون سيارته، ويدفع المبلغ الرمزي اللي يروح ريعه لإحدى الجمعيات الخيرية في دولة قطر. بعدين يدخل، ممكن ينتظر، تقريبا الانتظار جدا بسيط. قبل ما يدخل المحطة، يدخل المحطة يحط سيارته، يطلع على تصميمه قبل ما يوضع السيارة. بعدين ممكن يتفضل عندنا في الخيمة. نادي الجيش قام بإعداد خيمة لاستراحة الشباب، فيها طبعا عدة الوجبات التقليدية الشعبية، وينتظر سيارته ويستمتع بالفعاليات المخصصة سواء للأطفال والكبار. طبعاً هم أول ما تدخل يعطونك 4 كتالوجات أو 4 تشكيلات، تختار أنت أحدى من التشكيلات اللي تشوفها أنت مناسبة لسيارتك. يوجد عندهم بعض الكلمات، كلمات وطنية تعبر عن الولاء لدولة قطر. نفس ما أنت شايف، أنا اخترت هالزي، حبيت هالكلمات، وإن شاء الله نطلع بصورة يعني تكون حلوة إن شاء الله. خالد، يعني شفت، يمكن بغض النظر عن الفعاليه نفسها، ولكن صحيح. المبادره ان ريعها يرجع للجمعيات الخيريه في دوله نعم. قطر. انا اعتقد خالد احنا ما نبي نطول على الساده المشاهدين، ولكن هذه الخطوه فعلا مباركه وجت في محلها، ونتمنى من الجميع ايا جهه كانت تقوم باي شيء من هذه النوع من الاحتفالات انه فعلا يكون ريع او المدخول لها البسيط يكون للناس ذوي الاحتياج او انهم محتاجين مثل نعم. هذا أو الجمعيات الخيريه نعم. نعم. في سياق أعزائي المشاهدين الاحتفالات باليوم الوطني، تستعد القبائل القطرية لهذا اليوم الوطني من خلال عمل التجهيزات اللازمة لهذا الحدث الكبير. نعم خالد، ويمكن في مفاجآت، كل قبيلة كانت تسوي شيء وتحاول أنها تتفرد، يختلف الاستعداد عن كل العوام. ففي هناك قبيلة تستعد للدخول بموسوعة جينيس من خلال أكبر دلة في العالم وأيضا أكبر مدفعين في العالم. نعم، هناك قبيلة تستعد لعمل عرضة للأطفال. خلنا نشوف هذا التقرير عن استعداد القبائل.
الله يوفق الجميع باذن الله لهذا اليوم اللي احنا فعلا نترقبه ونتربص له اذا كان نعم. صح التعبير نعم يعني. خالد يعني هو الله يوفق جميع القبائل ان شاء الله في التنظيم والمقصد نعم. هو جمعه الناس والاحتفال بهذا اليوم والتكاتف والولاء ويعني نعم. اعتقد ان هذا اليوم جدا جميل وتكون هي ذكرى يمكن لكل الناس المتواجدين في هذا الوقت من الزمن. اذا بعد قليل الملازم اول عبد الله سلطان الغانم بيكلمنا عن الملتقى الطلابي اللي نظمته الاخويه وشارك فيه نحو تقريبا 1000 طالب وايضا بنشوف بعد الفاصل تفاصيل تدشين حملة كلنا قطر ابقوا في متابعتنا.